هم ما عندهمش الكلام ده، ما بيشتكوش على حالهم. هو لو معهوش هيجي يقول لك معاك كذا تسلفني، انما هو مش هيقعد يشرح لك ويقول لك اديت وشريت وعشتي والدنيا واللي فيها. بالعكس، هو بعد ما هيسألك هيروح يشرب، هيروح ياكل، هيروح ينام، هيروح يخرج حتى لو انت ما اديتوش. فعلا فعلا. انما للاسف يعني العار تبقى عربي ومتدين بس ما عندكش الحته دي، ما عندكش دايما بتفكر في بكره، بتشيخ الصبر، بدري. بالظبط، ما عندكش وبتشيخ الصبر، بدري، وما عندكش بتشيخ القناعة، بدري من قناعة كتر بحالتك. انا بختلف معاكم ابو احمد، لان انا شايفه هنا الكل بيشكي، الكل بيشكي، مش بس العرب او الاجانب، حتى هنا مين في اللي منهم بيشكوا يعني. لا. ناس يعني في الفلبينيين يعني، في منهم بيشكوا. لا هم شايفيننا يا باشا، انا بتكلم عليه وجهة النظر ان هو مش بيشكي، احنا مش بنشكي كده. ان هو ايه، عشان اوصلها لك، الزوجة الفلبينية زوجة كذا 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 كذا، ده الشعب الفلبيني شعب كذا 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 كذا، اصبر بس اسمع بقية الكلام، تمام. ده المنتجات الفلبينية رديئة وكذا كذا 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 كذا، ده المواصلات الفلبينية كذا 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 كذا. فانت دائم الشكوى، مش شكوى عشان مصاريف، مش دائم يعني الشخص الشخص الامريكي ده. انا بالنسبه عشان اوصلك بس، اوصلك معلومه يعني، حتى لو اشتريت منتج هذا ما ببين لهم انه مثلا انه مش كويس ولا هذا، بيسالوني كويس بقول لهم ممتاز. يعني الشخص الامريكي اللي انا بكلمك عليه ده بيجيب مراته، بيجيب مراته تمام، ويفضل يعني يبستف فيها قدام الـ الـ الكلام ده انا شفته في واحد عربي، الكلام ده انا شفته في واحد عربي يبستف فيها قدام اليوتيوب، تمام، ان انتوا شعب كذا وان انتوا شعب كذا وان انتوا شعب كذا، وهي بتبقى ماسكه نفسها يعني بقدر الامكان. وفي مره فعلا سابته، يعني سابته وقالت له لا انا مش هقبل بالكلام ده، انت يعني انت بتصرف كام عليا؟ بتصرف 200,000 250,000، طز فيك في اللي جابك غرفه 60 ده، صالحها وبتاع، وراح عامل فيديو ورايح بيصالحها وبيبوسها وبيبوس دماغها وبتاع، وانا حقك عليا وبتاع، وامرح راجع تاني من اول وجديد. اللي هو بقى بس دلوقتي ما عادش بيشتم فيها بقى قدام الناس، لا ده بقى بيشتم في الفلبينيين، وبيجيبها بطريقه مصطنعه ان هو ايه، انا لما رحت عملت اشتريت ماكدونالدز تمام، ده الماكدونالدز طلع ب 300 بيسو، رغم ان هو مثلا في ولايه شيكاغو بما يعادل 290 بيسو. انتهبل يا ابني، انتهبل. انت بتقارن ايه بايه يعني؟ انت بتقارن في سعر منتج. فالشخص النهارده تمام ظرفها له، قال له انتم كمجتمع امريكي ومجتمع عربي تمام كثير الشكوى، وعشان كده احنا ما بنحبش نعمل علاقات معكم. فدي صدمتني كلمه صراحه، الكلمه دي هنا بتجنبوا يعني انه يتصاحبوا مع الاجانب، بس في قله قليله يعني بتصاحب، في قله قليله يعني حتى الصغار. ما انت لو قلت قلت من نسبه الشكوى هم بيعملوا كده. الاستاذ اسامه رايك ايه يا استاذ اسامه؟ والله رايي انه الناس اللي بتيجي هنا، خلينا نحكي عن العرب مثلا، معظمهم اللي بيشتكي بيكون اكيد شايف سلبيات، هم بدهم يشوفوا، بدهم الفلبين تكون عندهم جنة والناس اللي فيها ملائكة، يعني تصرفاتهم كذا، ما عندهم مصر ولا عندهم احتيال. لا لا هم يعني هيك بدهم يكونوا، يعني ما فيش فيها اي اشي بيس، كل اشي الفلبين زيها زي المجتمعات الاخرى، بتلاقي فيها النصب، بتلاقي فيها الاحتيال، بتلاقي فيها الناس العاطلين، بتلاقي الناس فيها كويسين. طب احنا يعني في بلادنا برضو فيها سلبيات كثيرة وقد تكون مشابهة جدا للي موجود هنا، اللهم باختلاف الناس. وانا بالهيك ذكرت للأخ أبو أحمد يعني باختلاف الناس، ايش بدك تحكي عن الزوجة ولا تحكي عن الأهل ولا تحكي كذا، كلهم تقريبا تشابه. لكن احنا يعني هنا عندهم انتماء لبلدهم زياده عن اللزوم، الفلبيني عنده انتماء لبلده وبيرضى بيها باي حال. صحيح. اي حال بيرضى، حتى لو انه بده يتشكوى. انا والله بتطلع على الاخبار يعني بقول لك الاسعار زادت وكذا، بس ما حدا يسب على الحكومه،
ولا بحدا بقول لك انه طهقنا ولا كذا هيك انه وبروح بكون احكي معك اه والله عادي يعني بحكي عادي جدا والاسعار واحيانا بكون مبتسمين كمان درجة رضاهم انا اسف لقطع كلامك درجة رضاهم دي برضو حاجة صدمتني امبارح. امبارح انا يعني خارج انا والعيال راح اودي ادم المدرسة تمام الصبح بدري فاحنا متأخرين احنا واصلين الساعة 7:35 وتحية العلم بيعملوها الساعة 7:30 تمام فاحنا معدين قدام المدرسة طبعا السلام الجمهوري او السلام الفلبيني العلم الفلبيني بيكون الساعة 7:30 بالظبط فهم مشغلين السلام في المدرسة فانا معدي قدام المدرسة وجاي بقى سريع تمام ستوب 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 لقيت مراتي بتقول ستوب ستوب لقيت بقى 50 عربية قدامي والله واقسم بالله بتاع 50 عربية و50 موتوسيكل كلهم واقفين قدام المدرسة بقولها في ايه قالت لي تحية العلم قلت لها تحية العلم انتوا نشيد الوطن اه اه انتوا بت... آه نشيد الوطني انا حتى بالكويت بالكويت كان امرق من جنب مدرسة اسمع النشيد الوطني اردو بالاردن لا العربيات وقفت والدنيا كلها وقفت النشيد الوطني العربيات العربيات وقفت والدنيا كلها وقفت تمام مجرد تحية العلم فهم عندهم انتماء فظيع جدا لبلدهم. تفضل استاذ اسامه كمل كلامك. والله بدي افنك على كلامك وكلام الاخ ابراهيم اني انا يعني قبل اسبوعين رحت على مول فصادف اني كانت الساعه 10 الصبح وكان لسه المول فاتح فوانا ماشي هيك فجاه طلع السلام الفلبيني والكل وقف فانا ماشي بعدين انتبهت خطرت على بالي انه واقفين احتراما للسلام فوقفت معهم وحركة حلوة منهم كلهم والله الكل وقف موجود عندنا حتى بالأردن هذا يعني أخ أسامة يعني شغلة الاحترام للجيش خاصة اللي دخل معسكرات الحسين اللي دخل معسكرات الحسين اللي دخل السابلة اللي دخل لخدم خدمة العلم بتعود على هاي الشغلة. أنا ما خدم خدمة العلم لا 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 أنا بكلمك في أستاذ إبراهيم أستاذ إبراهيم أنا بحكي عن الفلبين هلا أنا بحكي عن يا أستاذ إبراهيم أستاذ إبراهيم لحظة واحدة أنت بتتكلم حد خدم في حاجة عسكرية أو خدم صحيح. في حاجة تمام تبع للدولة أنا بكلمك في أفراد فلاحين في الشارع لا خدم ولا يعرف أي حاجة عن الخدمة ولا يعرف أي شيء عن خدمة جيش ولا شرطة ولا أي شيء تمام اول ما بيقف في الشارع ويسمع سلام العلم تمام بيقف زي الصنم بيقف زي الصنم صحيح لو راكب موتوسيكل لو راكب مجمعات اي شيء تلاقيه او هذا بيقف اه نعم وازيدك من الشعر بيت ازيدك من الشعر بيت انتمائهم انت لو عملت قداس لو عملت قداس او عملت صلاه صلاه عيد صلاه استسقاء اي صلاه للمسلمين او للمسيحيين او عملت رهبنه يعني عملت قداس لمثلا لبوذيين او اي حاجه تلاقي الناس ماشيه عادي جدا ومفيش ادنى مشكله خالص اللي منتمي للدين ده هو اللي بيروح له لكن في سلام العلم تمام تلاقي البوذي والمسيحي والمسلم واقفين صحيح بلا استثناء بلا استثناء عندهم انتماء لبلدهم رهيب رهيب انا ما شفته قبل كده عندهم انتماء بيحب يعشقوا بلدهم انتماء بيعشقوا بلدهم فضل استاذ اسامه كمل كلامك الله خير يعني هم بيحبوا بلدهم لانه انت شوف بالمقابل لما يكون الوحده او الواحد بروح يطلع برا ويصير عنده اي مشكله سفاره بلده يعني في هاي الحاله تقول عنها دوله عظمى يعني بتوقف جنب العامل او بتوقف جنب الموظف الفلبيني اللي برا يعني بشكل يعني رهيب انا بذكر حتى في حرب الخليج لما صارت حرب الخليج الأولى ودخول العراق للكويت فالفلبينيين كلهم شو اسمه الجمهورية الفلبينية بدت طائرات خصيصا انها تجلي الوعي يا باشا ده هي طلعت من حرب الخليج بسبب ان الجيش العراقي اثر واحد فلبيني لا انا بحكي لسه على دخول العراق ده بكمل لك بص انا كمل اقول بكملها تركت حرب دولة بأكملها تركت مشاركة في حرب عشان واحد فلبيني اتأثر صحيح بعدين خلوا لما يجوا الفلبينيين وصلوا على الفلبين كان معهم اللي هو الدينار معهم يعني المحوش هو دينار دنانير وكذا صرفت له العملة تبعتها كانت الدينار الكويتي واخطيها لأنه صار ظروف الحرب فما كان يتصرف صرفوا له إياها على السعر اللي كان يتصرف ما عندهم مشكلة
تخيل انت كيف تصور واحنا بنحكي عن الفلبين، الناس بتقول لك ايش هي دوله الفلبين، ايش هي الفلبين، وانت كمان ذكرت البلاد العربيه قعدوهم يمكن 20 سنه لاعطوهم التعويضات تعيدهم. طيب شوف يعني اي مشكله بتصير هناك مين مكان يكون يعني بوقف جنبهم. اصبر معانا بس يا استاذ شريف. استاذ شريف خرج وهو تعبان. سلام شريف خرج تعبان الله يسلمك. انا كمان بقول لك اي واحد اي واحد بده اي واحد يعني اي بلد بدك تيجي عليها بدك تعرف اهم شيء عاداتها وتقاليدها وثقافتها، تفهمها صح بتخفف عنك الشتاوي مليون مره. الناس راح تحترمك، لما تحترم الناس يعني انت تحكي انت شو هالشواذ مثلا بلا ما اخذ اوكي احنا مش عادتنا في شواذ وفي كذا وفي، لكن هيك ثقافتهم شو بدك تعمل؟ ما تقدر تغير حدا. لا انا عندنا بالحاره كثار يعني ما شاء الله هذيلا. انا بقول لك يعني انت انا بعاملهم باحترام يعني لا بكش منهم ولا هذا بعاملهم باحترام. انا بتجنب انا اعطيتها اي مثال اذا انت بدين عندهم مثلا اللي هو لما تروح انت في الدول الحكوميه شوي المعاملات يعني بتطول او ورقيات تبعتهم بتطول وغيره، اذا انت عندك الثقافه تبعتهم خلص. وبعدين صدقني كثير من الشكاوي تكون يعني الشخص نفسه هو سبب فيها. هذا اللي عندي انا يعني الشكاوي كلها اهم شيء تكون عارف شو البلد وشو ثقافتهم وكيف عاداتهم وتقاليدهم راح تريح راسك وكيف تتعامل معهم وكيف تتعامل سامر. معهم نعم. استاذ سامر عشان احنا دخلنا في ساعتين وربع. ايوه ولا إيه على كلامهم كلهم ما شاء الله. استاذ سامر استاذ ابراهيم لازم أي واحد يدخل على أي بلد لازم يعني يكون متقبل لعاداتهم متقبل لطبيعتهم يعني ما يكون جاي شايف حاله أنت يا غريب كن أديب بغض النظر. صحيح بالضبط. غي منطقة كنت بغض النظر جاي أنت واحترم الجيران أهم شيء الجيران، لأن على فكرة شغلة الجيران موجودة في كل مكان يعني حتى هم عندهم مرات ما بيحترموا يعني أنا مرات بعاني منها كمان مع الجيران هناك. مش يعني ما فيك تقول عنهم ملائكة عارف كيف يعني في منهم السيء وفي منهم المحترم، بس غالبية المحترمين أكثر من السيئين. يعني أنا هناك كنت متضرر من جاري كتير متضرر منه بس خلص انطنشوا شو بدي فيهم ما عندي، بس رغم هيك انا متقبل الوضع لانه انا اصلا بلد مش بلدي. يعني كان يبي كان يجارك يعني ولا كيف ولا صوت ولا مسجل ولا كيف يعني كيف شو؟ لا هاي الشغلات طلع لما استاذ سامر لما تروح على الفلبين اصلا هم بالبلد هون اللي نحن فيها مش بلدهم، هم متعودين على حفلات عيد الميلاد عم متعودين على الكاراوكي ومتعودين على هم شعب الموسيقى عادي يعني ما في شيء تقدرش تقول له كمان وطي الصوت او هذا ما بتقدر. لما حكيت انت متضرر فانا خمنت انه بكونوا حاطين مسجل عادي عالي وهو هذا عندهم بالشغله عاديه. لا متضرر بمعنى انه اول شيء اسلوبه كان سوري للكلمه وقح بالتعامل، مو زي نحن الجيران العرب تطلب منه طلب لنفرض. هي شغله بسيطه كل ما هنالك انه بدي احط سلم على الحيط تبعه عشان اطلع على الحيط اللي عندي، لانه الحيط بين البيوت قريبين من بعضهم، فبقول لي لا ممنوع تحطه على الحيط عندي عشان ما تقحط او عشان يا اخي طب وين بدي اطلع انا كيف بدي اطلع ما بعرف دبر حالك ممنوع تحطه هون، وضل واقف جنب الباب حتى ما اطلع. لا انا ازيدك من الشارب انا في اتنين جيراني هنا جنبي تمام. الارض عندي هنا اللي انا قاعد فيها ساندويتش يعني ايه؟ يعني في جار جنبي عنده ارض وفي جار تاني جنبه عنده ارض وفي جار في وش عنده ارض وفي جار في جنب الناحيه الثانيه عنده ارض، فانا ما فيش طريق للموتوسيكل بتاعي خالص تمام. فاحنا استاذنا جار ان احنا نعمل طريق تمام، قال لك لا. فانا كلمه صراحه يعني انا انت هتركب دماغك، فقمت انا اخد دخلت في ارضه تمام وبالموتوسيكل رايح جاي. فانا عملت طريق فلقيته قام راح جايب شجره كوكونات وقام راح ايه كسرها وقام راح قافل طريقي تمام. فلما جيت اركب الانترنت الوصله الفايبر رحت لداري اللي جنبي الثاني فاستاذنه بقول له انا عايز اركب وصله وبتاع، فهو اصلا مش قاعد في الارض دي، ده هو قاعد في بيت ثاني بعيد عن الارض. فقلت له والله انا عايز اركب وصله وبتاع مش عارف ايه، قال لي اهلا وسهلا عادي مفيش مشكله.
فبقول انت 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 جايب الموتوسيكل؟ قلت له اه. قال لي الموتوسيكل ده بتاعك؟ قلت له اه. قال لي انت بتطلع بطريق منين؟ قلت له فلان الفلان، انا بطلع من البيت دوت اللي هو دوت، هو عم راح عامل لي شجره واقفلها لي. تاني يوم الجار ده اللي هو بقى بقول لك لا رحت له بعيد عشان اركب الوصله، وافق عليها ومضى بالموافقه، راح جاب شنسو. طبعا ايجار الشنسو في اليوم 4000 بيسو، جاب شنسو اللي هو المنشار الكهربائي تمام، وقام راح مقطع الشجر اللي في ارضه كلها وقام راح عامل لي طريق. صحيح. عنادا في مين؟ في الجار التاني. هو بيعاند في الجار التاني ليه؟ انا جاب شنسو طبعا، هو صدع لك مين اللي معايا؟ شريف او الاستاذ ابراهيم. انا فضلت اقول يا ربي انا مش عايز الطريق، يعني انا لا عارف انام. الشنسو صوته عالي، يعني المنشار الكهربائي صوته عالي وغبي، انا مش متحمل المنشار الكهربائي. قلت له يا عم انا كنت الف احسن، بس قلت ايه الله كتر خيرك، يعني كتر خيرك الف مره ان انت جيت. اه كتر خيرك قطعت الشجر اللي عندك عشان تفتح لي طريق. شوف برضو انا واحد انا بنصح الناس، لكن انا في عيوب، انا مش هضحك عليك واقول لك ان انا راجل يعني حاجه، لا انا في عيوب وساعات بتعامل معاهم باسلوب غلط، ورغم ان انا بنصح الناس. طلع هم بقول لك مش ملائكه ولا يعني شياطين، في منهم هيك ورا شياطين موجود بكل مكان، وهو موجود بكل مكان هذا الشيء. بقول لك في منهم لما تروح هناك انت تكون متقبل لعاداتهم، متقبل للي بده يطلع منهم. يعني اصلا هم متى بتقبلوك اخ سامر؟ لما تشاركهم بالعزاء وتعرف انت عوايد العزاء عندهم، وهنا لازم تتبرع كده تشارك. لازم تشارك. انا والله بشارك معهم، وين في عزاء تلاقيني رايح. الحمد لله انا ما صرفش يعني الحمد على حظي اي موضوع عزاء، يعني انا بروح وين في عيد ميلاد حاجه تلاقيني حضرت، بحضر خمس دقائق وبمشي. تشارك معهم خلاص. طيب يا جماعه احنا دخلنا في الهديه هاي وبمشي. بس النهارده سهره جميله، وكنا متوقعين انها هتقعد ساعه لكن قعدت ساعتين وثلث. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الصحبه حلوه والاستاذ شريف لا تمل يا ابو احمد. الله يخليك حبيبي، الله يخليك يا استاذ ابراهيم، صحبتكم صحبه حلوه. البث المباشر بكره ان شاء الله، كل المتزوجين في الفلبين او من فلبينيه يعني تمام، محتاجينهم في البث المباشر بكره، حتى لو اطلع انا مفيش مشكله، لان هنناقش موضوع مهم جدا في الزوجات الفلبينيات، حاجه مهمه جدا تمام. انتظرونا بكره ان شاء الله. شكر لكم جدا وشكر لكل الناس، ويا ريت تعملوا لنا سبسكرايب وتعملوا لايك، والناس اللي تعمل ثانكس لو عايز تدعم القناه او تنتسب في القناه يعني بليز يعني تمام، تدعم القناه وتشاركوا بالقناه وتعمل لايك. اللايك بيبعت الفيديو لناس ثانيه وبيعمل نسبه ظهور للفيديو على اليوتيوب، يا ريت تشاركونا بان انتم تعملوا لايك والكلام ده. شكر لكم جدا، وشكر لكل الناس اللي كانت موجوده معانا النهارده او الجلسه معاكم ما تمل. الله يخليك يا استاذ محمد، الله يكرمك. شكر للاستاذ اسامه، شكر للاستاذ سامر، شكر للاستاذ ابراهيم، شكر للاستاذ شريف، وربنا يعافي عنه، هو تعبان كان شويه. سلامته ربنا يعافي، الف سلام. فشكر لكم جدا يا جماعة، وتصبحوا على خير، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.